السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مساء الخير لجميع مشاهدي سوداني 24 وبالاخص مشاهدي برنامج مسافه الاقرب. في هذه الحلقه نقترب من واحد من نجوم مجره الكتابه. ولما اقول نجوم فانا اقصد النجم بمعناه الفلكي اللي بيساهم في اناره الفكر والعقول والنفوس، وبالضروره بنعني معناه الفني باعتباره احد الاسماء اللامعه في مجال الفنون عموما وليس الكتابه فقط. استاذي يحيى فضل الله، اهلا بك. مرحبا بك يا مشاعر، وتحيه واجلال وتقدير لكل الناس اللي بيساعدونا. حبابك عشرة وجيت. الله يسلمك. تسلم. احنا خلينا نخش طوالي في المحاور. طوالي بالضروره يكون مدخلنا للحديث معك من باب الكتابه. ايوه. الكتابه في حد ذاته فعل ثوري. صحيح في ناس كثيرين بيقولوا انه الكتابه هي بتفتح طبعا مغاليق التفكير والعقل وبتخليك انت تساهم في تفكيرك وتساهم في انك تشوف الحاجات بشكل مختلف، لكن رغم ذلك او مع ذلك هي بتحطم القيود الموضوعه. كثير من الكتابات حطمت تابوهات كثيره جدا جدا. فخلينا نتكلم في ده وتورينا تعليقك. كتابك فعلا ثوري. يا مشاعر، هي الكتابه هي دائما عندها علاقه بالتنوير، عندها علاقه بأنك انت دار تقول شنو للناس، وعشان دار تقول شنو للناس دي بالضروره انت تكون متحسن بادوات قبلها، قبل ما تقول، يعني قبل ما تقول وقبل ما تكتب. ودي طوال احنا قاعدين نتعامل مع الجمله، هي جمله مفتاح كده، انك انت عايز تقول شنو وحتقوله كيف وبأي طريقه. في كل الفنون، يعني في المسرح مثلا يقول لك المغول الاخراجيه، يعني انت دار تقول شنو انت كمخرج، ما حتعمل حاجة كده سايت، يعني صحيح لابد من مسيج أو رسالة أو كده. بعد ذلك بتختلف الحاجات، في ناس بيفتكروا، يعني في ناس بتمادوا كده أنه والله أنا ما عندي أي رسالة من الموضوع، لكن أنت رضيت ولا ما رضيت، طالما في زول تاني شريك أصيل اللي هو المتلقي بمختلف حاجاته، لو مشاهد أو مستمع أو قاري، هو الزول ده يعني معني بأنك أنت دار تقول له شنو وممكن ينقضك كده. فالكتابة عموما في 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 فكرتها أساسا أنها هي رغبة أنه أو شهوة إصلاح العالم، زي ما بقول الشاعر المصري الكبير صلاح عبد الصبور. فشهوة إصلاح العالم دي بتقع فيها الفنون والكتابة. بالنسبة للكتابة هي طبعا ما فن جمعي زي المسرح. يعني عشان انت تعمل مسرح ما براك بس بالضبط، لكن الكتابه ذاتها هي انت والورق او الكيبورد هسه حديثا، صحيح، وهواجسك واحلامك وحاجاتك اللي دار تكتبها. اما الكتابه الابداعيه هي اللي شغال فيها انا، يعني مثلا كقاص او كشاعر او مرات امارس الكتابه النقديه وكذا، دي كلها يعني بتصب في 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 الحته دي ذاتها، في حتة شهوة إصلاح العالم. أو أنت ذاتك يعني دار تكتب ليه؟ يعني عشان شنو يعني أنت عايز تكتب؟ بالضبط. المجرد الكتابة يعني، ولا في حاجة أنت دار تعملها؟ عشان كده لو الناس قروا السيرة بتاعت الكتاب المميزين وكده، هم عندهم علاقة وعلاقة كثيرة جدا بعلوم كثيرة جدا، يعني ما ساكت كده أنت بتكتب. يعني عشان تكتب انت لازم تقرا طبعا. يعني ما في زول اكثر. عشان كده انا اذكر مثلا الحاجه دي انا تحسستها من زمان، يعني الرغبه اللي كانت تنتابني مثلا اقوم انا اقوم انسخ او اخط كتاب المطالعه مثلا. ما هو كتاب قاعد، لكن انا عندي رغبه كده اكتب تاني كده، بيخاف يدك، ومش كده اتمادى اكثر كمان، ارسم الصور وكده وبتاع. فدي ما جات ساكت، عداك علاقتك انت والتامل، وفي يعني في سكيلز كثيره بيحتاج الكاتب. صحيح. كاتب بدون تاملات، بدون مقاربات، بدون يعني يقدر يشوف التفاصيل بتاعت الحاجات، التضاد. عشان كده الكتابه الابداعيه، القصه تحديدا مثلا، هي كده. وبعدين بتختلف انواع الكتابه، يعني من جنس لجنس. أيوه. يعني انا ممكن اخطط اكتب قصه. أنا ما كنت بكتب قصة أسبوعياً، في ناس احتجوا كيف يحيى بكتب قصة أسبوعياً؟ ما أنا بكتبها أسبوعياً، هو مش موضوع شنو، لكن ما بقدر أكتب قصيدة أسبوعياً أو سنوياً أو شهرياً. يعني القصيدة ما بتتخطط مثلاً،
أو تكتب مقال نقدي أو مقال صحفي بتخطط المسألة، لكن القصيدة شغل مختلف مثلا. يعني قد تكتب قصيدة الليلة بعد مليون سنة كده تكتب واحدة. القصة دي ما عندها نظام، وما عندها، عشان كده الناس بيقول لك الشعراء مثلا عندهم علاقة بوادي عبقر وفزوا في شيطان الشعير وكده، لأن هي منطقة شوية كده. لكن هنا اسمح لي أستاذ يحيى أقول لك إنه مؤخرا الكتابة أصبحت صناعة. أيوة. وكثير ممكن يضربوا مثال مثلا بالكاتب الكبير الراحل ماركيز، بأنه كان بيتعاقد على الكتابة وهو ما عنده الفكرة أصلا، أو ما موجود موضوع القصة وكذا، فإذا هي تحولت إلى صناعة. أنا ما عايز أقول تجارة أو لا لا، هي مشنومة. أنت طالما احترفت أنك أنت تكون كاتب يعني، ودي دي مهمتك في الحياة. صحيح. فبيكون أنت يعني تمتلك عندك القدرات الممكن تعمل عقد زي ما بيعمل كتاب كبار، يعني تعمل عقد لرواية أنت ما كتبتها. صحيح. لكن حتكتبها. إذن فالمهنية هنا في المسألة دي لازم يشوف، لازم يكون في صناعة. لازم يكون في يعني تولز بتودي لأنك تطلع الكتابة دي بالشكل ده. طيب. فالتولز دي واحدة منها المهنية والاحترافية. ماركيز ذاته هو بدأ صحفي. صحيح. أساساً. صحيح. وصحفي رياضي كمان. شفت الناس. صحيح. ما ولو الناس قروا مذكراته وعشت العرو ده بيقول تفاصيل وعلاقته بالصحافة. أيوة. وكان يعني بيكتب في الصحافة. أرنستو مينغوي كان بيكتب برضو صحفي. في تورنتو ستار. صحيح. كتابة إبداعية في 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 الصحف يعني. فطالما أنت بديت مثلا، أنا عندي التجربة بتاعت أنه أكتب أسبوعيا. صحيح. أكتب أسبوعيا مثلا، أكتب التداعيات بتنزل أسبوعيا. أيوة. يعني أنا بنتهي من قصة الأسبوع مثلا، الليلة نزلت التداعيات، أنا بكون في أسبوع كده ما بكون عارف أنا بعد النص الجاي يكون شنو، لكن بعد شوية بتجي. وفي حاجة يعني في الكتابة الإبداعية والقصصية، أو أنا شخصيا مرات بتعبني المدخل مثلا. أنت بتكوني جربت حاجة طبعا، يعني الجملة الأولى دي الأولى لو ما لقيتيها ممكن تكون عندك الفكرة كاملة. صحيح. لكن الجملة الأولى المفتاحية دي. صحيح. فدي بيتم اكتسابها بالتدرب على القوتين دي الصناعة. يعني الناس اللي بيكتبوا الأعمدة مثلا اليومية والراتبة، وبالمناسبة الموضوع ده صعب، عشان كده الجوطة بتاعت الأعمدة الكثيرة دي انت بتنقي منها. لا لكن في كلام سايد في زول بس بيكتب يعني. آه. هو بيكتب يومي، لكن هل هو كتابته دي مؤثرة ما مؤثرة، هل فيها هنا دي مشكلة. وبعدين بتختلف امتصاص الكاتب ذاته وكيف اكتسب التول اللي بتوديه للصناعة والحرفة دي. أيوة. من زول لزول، في ناس ما بيعرفوها يكتب مليون سنة بيكون هو زي هو ما في حاجة. صحيح. لكن في ناس بيعرفوا انه المسألة دي انت لو استخدمت الطريقة دي والطريقة الثانية او كده، ودي بتجي سايد بتجي بيدربة يعني، ما واحد ينزل لك. لا ما واحد ينزل لك كده. اذا لماذا القصيدة؟ لماذا القصيدة كواحدة من اشكال الكتابة هي وحدها تخرج من اطار الصناعة دي؟ هي وحدة لازم يكون بوحي وبإلهام. لا مش هو وحي، انا ما بقول وحي، لكن هو يعني انا بفتكر ان القصيده هي توثيق لعاطفه ما. يعني انا علاقتي بالشعر حتى لو سالتني بقول لك انا بوثق انفعالاتي في الكون ده العاطفيه جدا، العاطفه اللي بتضبطك بحجر ولا ببيت ولا ببيت ولا كده بيكون في الشعر. شفتها توثيق للعاطفه. طالما قلنا العاطفه دي في انفلاتات يعني هسه مثلا طوالي بقول مثلا انا ليه كتبت اسئله ليست للاجابه بالفصحى. صحيح. او يا ظل انا كتبتها بالعاميه او هكذا، او استلاب بالفصحى والسحاب يعني دي انا ما عندي اجابه ليها ولا بقدر اجاوبها، لكن هي كده. ودائما بقول مثلا القصيده بتختار روحها هي ذاتها، تطلع 200 طقسها مزاجها، اللغه الهناء المحمول بتاعها، وده ما بيجي سايد كده وحي، لكن انت بتكون وجدانيا انشبكتها في علاقات كثيره بتاثر فيك. فبعد شويه بيطلع الاوتبوت اللي اسمه قصيده ده بشكله الهنائي. انا بقصد التخطيط في الكتابه هو الحته الثانيه دي يعني بتاعت السرديات عموما يعني. ايوه. يعني كده. أنا ما عايز أنا ما عايز أطلع من المحور ده لأنه يمكن أن ألام إن لم أسمح أو أطلب من أستاذ يحيى فضل الله أن يقرأ قصيدة.
والله جدا، رغم انه طبيعه البرنامج هي يمكن ما بتسمح بانه، لكن الناس في شوق لانها تسمعك، والناس في شوق لانها والله يا اخي انا ذاتي داير اقرا شغل يعني جديد. انا اقرا قصيده اسمها البيت. يا سلام. البيت اللي هدا الى كمال الطيب دق دق، بعيدا هناك وغائبا عن إلفة البيت، إلى براحات طفولتي مستصحبا فايزة فضل الله. البيت خلا، البيت خلا، حتى العصافير اللي بتفضح سر صباحات الغنى نفضت جناحات طارت وخاصمت حتى السماء. طير يا حمام بالبر، طير يا حمام بالبر، جيب لي منه خبر، بيتم الناصية شباكم الأخضر، في زاوية من ذكرى باضت حمامة البيت، في زاوية من ذكرى باضت حمامة البيت، والقمري اترجاك يا ريت كان قدرت وجيت. أهي النسمة بتوانس ظل الضحى الناعس، وظل الضحى مشوار، الونسة بالسفة الكبيرة والكتاتيح والغبار، الفاقة والعمر الهزار، والحسرة والزمن البروح سنبهار. والمطلع ده للشاعر الراحل لا ده طيب عمر الدوش، المقطع ده للشاعر عمر الدوش. طير يا حمام بالبر، جيب لي منه خبر، بيتم الناصية شباكم الأخضر، في زاوية من ذكرى باضت حمامة البيت، والقمري ترجاك يا ريت كان قدرت وجيت. أهي النسمة بتوانس ظل الضحى الناعس، ظل الضحى مشوار، الونسة بالسفة الكبيرة والكتاتيح والغبار، الفاقة والعمر الهزار، والحسرة والزمن البروح سنبهار. النيمة وسط الحوش بتشوف لو حنيت ملحن طبيق الشوق، لو هم أو هميت، والشوق براح وفسيح جامح صريح وفصيح، لو غبت وتغابيت متباقصة دي الأيام عايشتها وعديت، منكسرة هي الأحلام شتتها وشتيت، وين يا ولي في البيت هاجرت وتخليت، عن إلفة الحلة عن خاطرة تتفسح، والبهرة في الموية والنيل حبيب الله، لو القمر طلة عتق هنا الشلة وفج الصباح، هلا حليلك وانت جنبي بالزي السماوي، وجرح الفرقة يمكن الأيام تداوي، منسحبة دي الأيام لاحقتها وخبيت، وما بترجع اللحظات هجست أو جنيت، لاقيتنا أو خليت، خليتنا وتخليت، عن كل ما حلمت عن كل ما سويت، يا ريت يا فقيد البيت، يا ريت لو قدرت وجيت، حتى لو طلة أريتك يا وضع طلة تلفنت أو هاتيت، أريتك يا خصيم البيت كان زرتنا ولاقيت، لميتنا وتلميت، ما الفرقة سوس وسواس رافقتها طشيت، يا ريت يا مرق في البيت، يا ريت لو تبعت الشوق حننتنا وحنيت، في نجعة من هجرة مات الحمام في البيت، والقمري هج بعيد قوقايو جافري هيد، وآه يا وريث البيت ما تشلع البيت، بس النيمة وسط الحوش بتشوفها لو هميت. مرحبا بكم من جديد مواصلين حلقة المسافة الأقرب مع أستاذي يحيى فضل الله. إحنا طلعنا الفاصل قبل أن يأتي ميقات الفاصل، لأن القصيدة كانت في أقصى الحنين. صحيح صحيح، هي في أقصى الحنين. أيوة، دي من الكتابات اللي هناك، والزول بيشوف من هناك هنا وكده. وهي طبعا طبعا يعني هو ده طبق كبير، يعني موضوع طبعا استثمار، انا دائما بسميه استثمار الحنين في الكتابه.
ودي دي دي حاجه يعني علاقه مشتركه كده بين 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 بالكتاب في الكتابه الابداعيه يعني. صحيح. يعني ابونا الطيب صالح حصل رحمه هو كتب اميز روايات وموسم الهجره للشمال بدافع الحنين الى السودان، وفعلا هي القصيده دي بتتحرك في الموضوع دي. البيت طبعا البيت ده يعني الشباك الاخضر دي المشكله ذاتها النيمه كل التفاصيل. آي 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 آي. احنا هنجي نتكلم لاحقا في واحد من المحاور عن الغربه وعن عن احتماله وسحبت شنو وخلت شنو. لكن في سؤال اصبح يسال مباشر افتكر في كل برنامج ان كان اقتصادي او اجتماعي او ثقافي عن ثورة. والثورة في اراء كثيرة جدا هي ليست فقط بداية ديسمبر، هي فعل تراكمي. والثورة السودانية منذ الاستعمار او منذ بداية الدولة السودانية هي مستمرة. الشاهد فيها والقاسم المشترك الاكبر الادب او الادباء. اغلب الناس اللي كانوا اثروا او اثروا الحركة الوطنية في السودان هم شعراء أو روائيين أو إلى آخره أو مغنيين بمختلف الفنون. ثورة الأدب أم أدب الثورة؟ نشوف العلاقة مرتبطة طبعا. الأدب بكل التجليات يعني أو قول الفنون يعني الفنون كلها كده هي دائما يعني منطقة اللي بتلعب فيها دائما هي منطقة الضد. صحيح. ملمعة عشان كده الأعمال الخالدة في الإنسانية دي كلها هي ما الأعمال اللي بتروج لأي نظام سياسي. صحيح. أو لا يعني في الشكل الهناي ده في مختلف ضروب الأدب يعني الروايات كده يعني مثلا الكاتب الألماني برتول بريخت يعني وجوده الحي ده كده لأنه هو كان واقف ضد النازية. وبعدين في حاجة تانية كده هي مغولة ما صحيحة وفي نفس الوقت يعني ممكن يكون فيها نوع من الصحة انه في بيقول لك مثلا الفنون والاداب وكده بتزدهر في الـ في الـ في الازمنه الديمقراطيه. الميكانيزم بتاع الادب وكل تجليات الفنون دي ميكانيزم مختلف جدا ما بتقدر تقول كده في يعني مثلا بيكون في زمن ديمقراطي بيكون فيه يعني ما في منتوج. صحيح. لانه المنطقه بتاعت الضد اللي بقولها ده حتى الضد مش يعني ضد سياسي بس يعني ضد مع مفردات الكون دي كلها يعني يعني دي يعني في ناس بيكتبوا ما بيركزوا على الموضوع السياسي كثيرا. صحيح. لكن بتلقى في شغلهم هو ذاته ما وراء الشغل يعني ذاته انت بتحس بانه يعني الزول ده هو يعني مفروض يختلف لانه في حاجه هو داري يقولها ما في تمرد ما ايوه في تمرد في انت العالم ده ما هو الاداب والفنون دي بتحاول تعيد صياغه العالم ده كله بكل تفاصيله يعني عشان كده انت لما تكتب قصه او روايه انت بتستعيد عوالم وبتخلق شخصيات وبتعمل حاجات كده عجيبه جدا. صحيح. وده ما معناه انت يعني بتجيبها من راسك ولا كده لكن في مرجعيات واقعيه دائما بيدسوها الكتاب دائما مرات كثيره كده بتكون ورا كده والاقنعه بتحصل يعني انت عشان تعمل مثلا روايه لابد من قناع بتاع الراوي منو البروي مثلا ايوه هل هي مراه هل منو الزول ده ذاته اللي بيقول الكلام ده يعني كده فده كله بيقوم بيخلي الاداب والفنون دي هي يعني زي الكلام اللي قلت لك قبل انه أيوة. يعني الرغبه في شهوه او شهوه اصلاح العالم ده يعني العالم ده بكل تفاصيله عشان كده دائما الحاجات الادبيه والفنيه اللي بتقوم تجري او تلهس ورا النظام السياسي او الخطاب السياسي مرات بيكون بتمشي بوقتها يعني صحيح بتمشي كده ما بتكون قاعده عشان كده الشغل زي الملحمه مثلا هاشم صديق بيكون قاعد بيكون متحرك لحد القياده دي مش كده؟ صحيح. ولما السيد خليفة قال رفضي فيه رفضي فيه أيوة. يا طيور السلام زمان ولا قبل نفاشة وقبل صحيح. أي اتفاق السلام قاعد بتتنجر ولا بتتعامل يعني صحيح. فالأدب والفنون كلها سباغة مرات دي بسموها الاستشراف بعدين حسنا في ناس بيطالبوا كده وفي استعجال كده أنه يعني نظر يطلعوا الشغل بتاع الثورة دي عشان كده بيكون في شغل كثير هو ما فيه تأمل ما حصل في الثورة السودانية وتراكمها لحد الكلايماكس بتاع صحيح. ده هو ده الكلايماكس يعني دي قمة صحيح. لكن هي تراكمية فعلا الثورة ذاته فعل تراكمي وفعل يومي
للناس اللي بيشتغلوا بالفنون وكده. واحدة من الفلسفات المهمة جدا انك انت دائما في حالة ثورة على نفسك على نصك الانجزته ذاته. يا سلام. آه يعني انا لو كتبت نص هنا وجيت كتبت نص ثاني بيشبهه ببقى انا في مشكلة. فانت طوال الثورة دي فعل يومي فعل صحيح. يومي انت بتتحرك فيه. فعشان كده في ندوة انا كنت بتكلم لانه في حاجه كده زي الاجيال وما الاجيال. أيوة. وكده وبعدين الواحد اتهمنا ان احنا جيلنا ده عمل شنو. صحيح. فانا بقول ان الاجيال دي ما حوايط مصمته, يعني الحياه مشتركه. يعني الزول اللي له عمره 40 سنه يعني مرت بها 30 سنه و10 سنوات قبله هو مسؤول برضه من الثوره دي طبعا, مش كده؟ وبعدين يعني كثير من الافكار وكثير من الكتابات والغنى بالمناسبه الغنى ده فيه حاجات كده, يعني انا قاعد اقول يعني صح التعبير انه الايديولوجيا بتاعت الشخصيه السودانيه دي للاسف ده بالنسبه للسياسيين ما بالنسبه للفنانين. الفنانين المفروض يتباهوا, فنانين بمختلف النهايه بنلقاه في الغنى. الغنى بيحمل الشخصية السودانية بأفكارها بأحلامها أكثر من السياسيين, لأنه السياسي زول آني جدا طواله هو داير يعمل الحاجة الحسة عشان تجيب ما في هنا. عشان كده الثورة دي فعل تراكمي بمنتهى التراكم, يعني ما في حاجة بتقوم باب كده زي المنتج التفاصيل, يعني الناس صبرت 30 سنة وقبل كده عشان يجي على الاقل نظام يحترم الانسان السوداني. للاسف لحد هسه الحاجات ما تمت بالشكل اللي بنحلم به يوماتي. صحيح زي ما قال محمد. هل الفنان مطالب بانه يكون قدوه؟ انت في حديثك حسي عن الفن وعن الادب عموما. دي طبعا شبكه كبيره, واحنا لما نقول فنان مطلق الفنان هو بالضروره, طبعا بالضروره, لكن كمان في انفلاتات يعني يعني الفنانين ديل ما والكتاب ديل عندهم حاجات عجيبه يعني. صحيح. قد ينتج عنه فعل انت ما تعرف يحصل شنو. ودي حصلت مثلا, يعني كتاب كبار وناس اسمائهم كبيره كده ممكن تقول لك يكون فجاه كده هو واقف مع مع مع, مع الصهيونيه او مع الفاشيه. صحيح. او يكون يعني كده يعني بأي مثلا نظام شمولي. صحيح. او التمرد العادي ده والفوضى وكده, عشان كده بيتعرضوا لادمان وبيتعرضوا لشنو بيتعرضوا. صحيح. فالغدوه اللي انت بتقوليها دي يعني هي مقاس اخلاقي كده بيختلف مرات. يعني هو يكون غدوه لابنه, يعني هل انا مطالب عشان انا ابقى غدوه ما 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 انفلت مثلا او ما يعني شنو يعني. ايوه صحيح. شنو المقاس الممكن؟ فالحته دي فيها خطوره, وبقرايه العلايق بتاعت الفنانين او الكتاب والمميزين بالمناسبه, يعني ادجر الان بو الكاتب الضخم الامريكي ده. أيوة. في النهايه يعني كان زول مشرد. صحيح. وكان شنو فده. صحيح. دي تحت يعني حيكون له قدوه كيف ده مثلا. في نفس الوقت بتلقى في ناس يعني ممكن يعني انت يكونوا ايديل كده تقتدي بيه. بعدين الهروب ذاته من النموذج ده دي واحده من مهام التمردات الكبيره عند الناس اللي بيمارسوا اي تجلي ابداعي سواء كان كتابه او فن او رسم او كده. وعندك سيره كبيره جدا. صحيح. للفنانين التشكيليين الجنه والادمن والفنانين اللي اقدموا على الانتحار. أيوة. عشان كده حته الغدوه دي اقصد بتخش في مشكله. اذا اخذنا مثلا فنان زي مصطفى سيد احمد في مجال الغناء تحديدا, وانت عندك معه تجربه في مساله الكتابه. وكثيرين طبعا بالتاكيد. لكن اذا اخذناه كمثال فقط, مصطفى سيد احمد كان في فتره من الفترات وما زال رغم رحيله هو قدوه لغالبيه من الجيل اللي كان ملازم له او ما بعده. تعرفي ما هو واحده من من من, من مفاتيح شخصيه مصطفى سيد احمد انه هو عنده علاقه بالتربيه, عنده علاقه معلم. استاذ معلم. صحيح. بالمناسبه صحيح الحته دي حق الناس ينتبهوا لها, يعني للناس الجو دخلوا الوسط الفني كمعلمين. مش انا لما اقول الوسط الفني ده ما بعني الغنى بس. انا بعني كل الفنون. ايوه. فالمعلمين او المعلم السوداني
يعني قدموا نماذج جبارة في الحتة دي. صحيح. يعني أمسكي وردي مثلا محمد مرغني كتار حتى في الناس الجايين منها، فهذه واحدة من المفاتيح دي. قاسم أبو زيد. قاسم أبو زيد. ناس كتار هم عندهم علاقة بالتدريس والإنهان كده عندهم، وده اللي بتحاصروا يعني. الناس ما بتكلم عن مستفيد أحمد إنه ما بيرقص أسنان هنا وكده وبتاع. صحيح. وهو بكون عنده فكرة لها تانية بالمناسبة، إنه هو بيفتكر لو تلاميذه مثلا شافوه في أي هنا كده ممكن القصة دي تهز الشخصية، ودي كلها قامت سبقت السلوك بتاعه كله. يعني سلوكه كله السبق. يعني مثلا مصطفى سيد احمد عنده تعامل مع الحفلات ما زي تعامل الفنانين التانيين يعني. يعني ما بيقبل انه مثلا عازف يسكر، ما بيقبلها لانه القصه دي بتعمل مشكله. فعشان كده هذه مثلا دي نوع من التفكير في الالتزام والغدوه. ايوه. وبعد ذاك الحاجه دي قامت صبغت الجديه بتاعت المشروع بتاعه. صحيح. مصطفى سيد احمد الغنية ما عنده هو يعني مجرد غنية بس، لا، الغنية دي فيها شبك كثيرة جدا، في رسالة مفروض تصل، في أفكار في الغنية، في ما هو عشان كده كان متآلف مع الاستثناءات فيها إصلاح العالم ده. أيوة، شهوة إصلاح العالم طوال حطاردنا كده. صحيح. فمصطفى يعني ممكن يكون قدوة لناس، ولكن ممكن في ناس يفتكروه يا أخي زول ده جامد سايت يا أخي وفكها في روحه كده يعني كده، ما برضو الحاجات بتتكسر كده. صحيح. فكل زول عنده نموذج مفروض يفتش له وممكن ما يلقاه كمان. مش كده؟ ايوه صحيح. لكن مصطفى من الـ من الـ من الناس ال يعني مثلا في جمله قالها بشرف فاضل، يا اخي انا بحييه من هنا يا سلام في تورنتو، حسه في مساله ال الأستاذ الكبير عبد الكريم الكابلي، فقام قال أنه الكابلي ثقف الغنية السودانية. يا سلام. فدي جملة عجيبة، فما بتكون سايتة المسألة دي. الناس دي كلها يعني كلهم عندهم ميزاتهم وعندهم إناية. عشان كده الغنية ذاتها كفورمة أكثر أثرا من باقي الفنون التانية. سريعة، ودي خطورتها، ممكن تميل بيك وممكن ترفعك درجه وممكن كده يعني. صحيح. فعشان كده وكويس نماذجنا السودانيه في المجال ده باهره يعني. باهره شديد والله يعني. انت لو قمت شفت التنوع في الامزجه بتاعت الغنى السوداني، عثمان حسين غير وردي، وردي غير مصطفى سيد احمد، غير معارف الكاشف. ايوه صحيح. يعني ذيل الملحنين ذاتهم. ايوه. يعني انا حاسه واحده من الحاجات اللي بقولها، كنت بتكلم مع استاذنا يوسف الموصي، لانه نحن الملحنين يعني زوزي مثلا احمد زاهر ما بنتكلم عنه. صحيح. الناس طوال بيقوموا بركزوا على الفنان. صحيح. مش كده؟ ما بركزوا برعي وداود مثلا. التركيز بيكون على الفنان، مع انه نحن المفروض الناس زي نشوف حسن بابكر يعني الملحنين النايم ما نادر تلقاه بيتكلموا عنه. دي كله الحاجه دي هي بتوريك انه المساله دي موضوع الغدوة ده موضوع تناس نسبي كده. نسبي كده، لكن يمكن حدوثه. طبعا ممكن يعني مثلا في فنانين عظيمين جدا بتكسر شخصيته عشان يبقى نموذج، فعل سلوك صغير كده ممكن. صحيح. يقلب المساله فوق. عشان كده الصحافه الفنيه الرخيصه بتطارد الحاجات دي طبعا. صحيح. وده مجال ملعبه. ايوه. اذا تكلمنا عن القصيده حسي، احنا مثلا انت حضرتك ذكرت اللحن، ذكرت القصيده، واحنا قبل في محور تكلمنا عن مساله صناعه القصيده. وانت حضرتك متابع بالتاكيد للمد الشعري عند الشباب. البعض استسهل كتابه القصيده. واستسهل كتابه القصيده اذا كانت غنائيه او اذا كانت قصيده المسموعه. لياتو مدى ممكن إصحاح المد الشعري لدى الشباب بالمشاريع اللي حضرتك ذكرتها؟ لا، ما هو سيحصل يعني، بيكون في كمية من الناس بيكتبوا، في كمية من القصائد. صحيح. لكن في النهاية بتتمايز الحياة حسب يعني. بعدين الشعب السوداني ده زواغة جدا بالمناسبة يعني، بيعرف يفرز وكده. حس أنا الشيء الملاحظ مثلا، مش الشباب ما بيكتبوا قصيدة
قويه في كتاب ولسه طبعا احنا نجي ناس احسن من ناس واحسن مننا واحسن من ما هو دي الحاجه اللي انت لازم تكون تؤمن بانه القادم اجمل طبعا يعني ما خلاص زي فكره اللي هي النصوص كده هم اللي بيكتبوا الغناء وكده ولما يجوا ناس جداد كده بيقوموا معكسون زي ما حصل لنا احنا فالمسألة دي ما كده لكن كمان انت قلت جملة مهمة الاستسهال يعني مثلا انا حاسة شايف في سجن تعبيري كده يعني في بعد تداعيات الثورة والتفاصيل دي وبتاع يعني انت ممكن تكتب قصيدة كل يوم عشان تقول لي انت ما تعرف هناك ما ده نظم ما 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 ما, ما, ما شعر او تنسجل ممكن يسمى يعني نظم زي الاهازيج اللي بتجي عاديه دي عندها تلقائيه اكثر من انك يعني انا اقوم الليله مثلا رئيس الوزراء مش حته كده انا طوالي اقول له يا حمدوك انت ما عارف شنو ودي ظاهره يعني هي ما بتقدر تمنعها ما بتقدر توقفها لكن في النهايه المتلقي ده هو حيميز زي الكلام اللي بقول لك بيه لانه صحيح. الحاجات اللي بتثبت وبتتحرك مع الاحداث ويعني مثلا انا شد مايو مثلا ايدناك بايعنا دي بتنتهي بالنظام ده وزي كده طبعا. لكن بتبقى قصيده ثانيه لمحجوب شريف مثلا اللي هي بتجاوب على اسئله حتى اليوم بتكون ماشيه معك فالشعر بيكمن هنا في التفصيله دي لكن في ناس يعني بيقولوا كلام او مثلا حس الايغاع الشغال لب 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 ثوره ايوه دي حس سجن تعبيري كبير بقى مكرر صحيح بقى مكرر وبيجوا هنا بعدين حس في الثوره دي نرجع للكلام القبيل ما استصحبت مع الاهازيج صحيح صح صحيح الاهازيج العاديه دي ايوه يعني والهتافات والطريقه بتاعت صياغه الهتاف مثلا دي كلها بتقع في المسألة دي الكريكتير الرسم على الجدران واحدة من ميزتين الرسوم على الجدران دي كانت حاجة عشان كده بيجي ناس بيمسحوها لأن كانت وسيلة تعبيرية قوية جدا صحيح الكريكتير السودانيين استعانوا على النازل بكل الوسائل الممكنة وحتى الممكن مرات تكون تفوت حدود الهناية زي البزاءات صحيح حتى يعني البزاءات استخدمت صحيح والأهازيج يعني مثلا الهزوج اللي جات من بوادي كردفان دي حاجة يعني عجيبة جدا بتاعت قوة فاسدة قوة البشير قوة فاسدة صحيح هو في ناس بيقولوا لا أساسا هي من قبل كده هي ما رقصة لكن الرقصة دي اتملت بتعابير تاني جننوا البنات صحيح حركات صحيح حتى انا قلت تعليق قلت لما بشير في الفتره ديك ما ظهر في النص كده ايام التفاصيل دي وقام قال نحن المره الجايه دايرين حكومه كفاءات ايوه فقلت طوالي وقعوا في الهزوجه لانه ممكن يقول لك كفاءات حركات صحيح هي دي المشكله هنا صحيح بعد ذاك نجي نشوف المساله دي هي جات مستصحبه معاه عشان كده جبال اللي احنا بنقول انه الثوره التراكميه ايوه ودي ظاهره صحيح يعني مثلا انا لاحظت من الالفينات انا ما قادر احدد لكن الابتداع الجميل جدا اللي اسمه كولينج في الجامعات ده ايوه ده بالمناسبه واحد من اهم السياق اللي دفعت الثوره دي لا دي استصحبت محجوب شريف استصحبت حميد جدال حاجات قديمه كلها بقت كده الكولينج ده بقى وبعد ذاك الكولينج ده بدا من الجامعات تحول ذاته للشارع ايوه وبقى خلاص القصه دي ومنها طلعت السجن التعبير اللي بقوله ده هسه ثوره ده ما جاي من الكولينج لكن يعني قصيده لحميد مثلا تقول اتكتبت في الثمانينات ايوه بتكون هي محركه الهنايه وشغاله لحد هسه محجوب شريف في الستينات هسه الفكره كلها والمشروع كله حنبنيه دي جات من وين؟ ايوه جات من قصيده صحيح عشان كده انا قبل بقول الناس اللي بيفكروا انه الثوره دي هي يعني بس بتاعت ما اعرف شنو كده لو نحن اللي عملنا البتاع ده انتم ودي عصبيه ما عندها معنى صحيح ما عندها معنى الفعل ده فعل تراكمي وجاي مستمر. يعني جاي وماشي وبيستمر كده طوالي فعشان كده الفنون وعلاقتها بالثوره علاقه قويه جدا وفي تحديدا في الثوره دي جات من
من ورا من ورا من ورا. قلت لك يعني الملحمه ما اتكتبت 68 ايوه، لكن اللي بيخليها قاعده في القياده شنو؟ مستمر او مصطفى زيد احمد اللي عنده خيمه وردي مش كده وردي أيوة. يعني كده دي قصص كثيره جدا صحيح. يعني ما وحتى الاغاني التراثيه ايوه دخلت اللي دخلت. ممكن يكون في ناس كثيرين ما عارفين اتكتبت 200 حتى. يعني مثلا هتاف رفع سقف الثوره ده مثلا كل البلد دارفور أيوة. يعني عنصر ومغرور ده طوال السقف بتاع الثوره زي السودانيين كانوا بدوا يتعرفوا على بعض من جديد ايوه صحيح 30 والحاجه دي صحت غيم صحيح. كبيره كانت مدفونه غيم التكافل يعني مثلا ما عندك شيء عندك خط ما عندك شيل دي الجمله البسيطه دي صحيح. فيها نظريات بتاعت اقتصاد ومذاهب سياسيه او مثلا دي كلها شوف عوده يعني الانسان السوداني المهذب ايوه الرأي. ودي كلها ما جات سايت ما جات قامت يعني باب كده في تراكم في تراكم, تراكم طبعا في تراكم أسهم في والأدب هبات كثيرة يعني أنت لو حسبتي 30 سنة دي كده يعني ما بس قامت طبعا في ديسمبر في ديسمبر يعني على الإطلاق يعني من صحيح. مقتل الضباط اللي حاولوا يغيروا النظام صحيح. لحد ما هبات الصغيرة وثورة النساء ديك والمواقف في سنة 97 صحيح وشغال القصة ماشية 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 الحاجة الملاحظة في الموضوع ده وحق الناس السياسيين دي يفكروا فيها ويشوفوا لهم مخرج اللي هو أحزابنا السياسية دي ما عندها دخل كبير بالقصة دي كثيرة لأنها هي ذاتها ما معروفة شو يعني أنا ما بعرف كم حزب أمة وكم اتحادي وكم شيوعي وكم ما عارف شنو بتاع حس الثورة دي أضعف حلقة فيها الأحزاب بالتأكيد أضعف حلقة فيها الأحزاب رضوا ولا أبوه فهو يتأملوا نفسهم شوية كده ويجوا تاني بسيقة تانية يعني ياريه. أنا ما بعرف لأنه حسه أنا أكاد أجزم أن الشعب السوداني أصبح لا يثق في الفورم اللي اسمه حزب ليه؟ لأنه تم ابتزاله بشكل مريع جدت الفترة خلينا نخط نقطة هنا أنه فعلا تم ابتزاله بشكل مريع ودي ملاحظة يعني صحيح. ملاحظة كثيرة جدا صحيح. يعني أنت ليه مثلا زول زي مبارك الفاضل أنا بقول أسماء ما عندي مشكلة مبارك الفاضل يكون هو الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي في القاهرة بدون وبسهولة جدا يبقى مساعد رئيس الجمهورية البشير طيب أنا أعمل شنو يا أخي أنا ده اللي قاعد أشوفك أنت كنت في الحتة ديك لما تجي في الحتة دي أنا أعمل شنو أجن يفترض أنك ولا كيف ولا أعمل شنو يعني منجن إحنا نطلع مثلا وكثير كثير كثير صحيح صحيح, يعني صحيح. نماذج كثيرة جدا جدا ممكن أقول لك مليون واحد السياسة هي الشربكة التي لا يمكن فضها على الإطلاق ما هي مصيبتنا كده أصلاً. صحيح نطلع فاصل ثاني ونرجع نواصل حلقتنا مع أستاذ يحيى فضلون أهلا بكم من جديد مواصلين حلقة من مسافة الأقرب مع أستاذ يحيى فضلون إحنا ما عايزين نخوض في السياسة لأنها أقسى بكثير من أن نتحدث عنها والمشكلة نحن نحاول نهرب منها لكن هي طبعا يعني بتلاحقك يعني ايوه صحيح الحسكنيت اللاصق في اطرافنا ايما انا طبعا قاعد اقول جملة مهمة جدا انه مصيبتنا كلها فيما يسمى بالركاكة السياسية الركاكة السياسة دي بالمناسبة مع علم مش كده صحيح يعني هو مهمتها شنو البسيطة والكونية والوجودية انه بني ادم ده سهل مش تصعبة يعني فحس هو انا بقولها برضو انه بتمارس في السودان من 56 من الاستغلال صحيح. لحد هسه دي ما سياسة صحيح. ما بتتخطى في سياسة يعني كعلم كده وفن الممكن يعني مش لا. أبسط تعريف لها تعريف للسياسة صحيح وفيها استهبال ده ذاته فن الممكن ده فيها كده لكن بس كده نمسك فن الممكن ده فن الممكن ده وين يعني ما في هل يمكن إيجاد الحل لمشكلتنا من 56 حتى الآن عبر الفنون والله الفنون هي ما هو حسب بقول لك الحل في الفن صحيح الفن ما عنده علاقه بالتوعيه يعني انت لما المتلقي ده يقوم يشوف مسرحيه على الاقل بتفتح له ذهنه كده ويحس بانه هو يعني عنده علاقه بمفردات الكون دي كلها وبتحركه يعني فعشان كده ما هو الفنون والمسرح تحديدا والدراما السياسيين ما بحبوها لانه هي اساسا بتفضحهم صحيح اساسا يعني دي المساله هنا عشان كده اي مسرحيه اتكتبت في الانجاز دي واتعملت يعني الناس حقوا يموسوا ويشربوها
والله جد ما في مسرحيات اتعملت صحيح هاي ومليون الف حاجه كده معارف السودان معارف مركب الانغاز معارف شنو كلها دي ما اتعملت وقروش صرف تقيل جدا في الحاجه دي لكن ما عندها قيمه يعني ما عندها قيمه فنيه والقيمه الفنيه بتتوجد من وين القيمه الفنيه دي هي بتتوجد في العلاقه بين المتلقي والفن ده لما دي ترتبك كده وتحس بانه الموضوع ده انت بتستغل فورما فنيه عشان تعمل دعايه لمشروع سياسي انت هو اساسا ما محترم فانت بتبقى ما محترم صحيح ولا ما صح يعني موجود كده عشان انا اوافقك انا اوافق كيف يمكن استعاده الحركه المسرحيه في ظل غياب كامل لها سنوات يعني انت ذكرت حسي حاليا المسرح والمسرح عطاء الامم يعني اعمال كثيره جدا في حتى في السينما وفي في الدراما التلفزيونيه طلعت من مسرحيات وما زال اعظم الكليات بتدرس مسرحيات لكتاب كبار جدا وانت تعلم ذلك فكيف احنا نرجع الحركه المسرحيه السودانيه الاسهمت حتى في الحركه الوطنيه وخليني هنا اذكر نموذج فقط الاستاذ الكبير الفنان القدير خالد ابو الروس وكثير خالد ابو الروس صحيح هو كنموذج فقط يعني صحيح. يعني يعني الناس عملوا حاجات يعني احنا مفروض يعني مش ندرسهم بس لكن محتاجين لتامل ننزل يعني هم كانوا مؤثرين بالمناسبه مؤثرين باشكال عجيبه جدا صحيح. باشكال مختلفه سواء كانت المونولوج المونولوج الزمان ذاك مش المونولوج بتاعنا بتاع أيوة. المسرح يعني مثلا مونولوج انا بتذكر كنا بناديه في ايام الابتدائيه وكده بتاع السكر كبير ودي لازمه السكر ليه لازمه السكر ده اظنها مستمره ولا شو السكر كبير صغير ما بتذكر من الصباح الا السكر تلقى المره في البيت فايره تصيح وتصرخ سندايره تقول عيش طايره الما لقيت فيها السكر اخضر قيافه شنو ابيض قيافه في الماعون حالاته في مويه ليمون او في لبن او كده تكتشف انه ده خالد ابو الروس مثلا ايوه صحيح او انا قاعد اقول عبد الكريم بلبل مثلا نمسك بس نمسك شنو حاجه المنولوج. بسيطه من الناس زي المونولوج يعني المونولوج بتاع البلامه اللي كانوا بيقولوا عبد الكريم بلبل غير مجتمع كامل لانه هو بيجي يسخر البلامه طبعا التبلم بتاع النسوان أيوة في سخريه صحيح. بلبل من البلامه خلت النساء يكشفن من من البلامه أيوة. صحيح. فدي الاثر ده وقيسي على ذلك لما يكون اثر مسرحيه او عمل فني كبير او غنيه او الاثر ده بيكون باقي دخول النساء المسرح عفوا استاذ أيوة. يحيى دخول النساء المسرح كان عبر برضه انه لماذا يمثل الرجل دور المراه أي. انه ليه ما ممكن مرأة ما تمثل ما الوقت داك طبعا صحيح فتغيير كثير في المجتمع كان سبب المسرح أي. ليس فقط على مستوى مثلا البلامة او غيره لا لكن حتى مثلا الفاضل سعيد الفاضل سعيد ده بمسرح ومشى السودان ده كله صحيح ومرة قال لقى نفسه في يوغندا وهو قال نفسه في السودان يعني مثلا فأي حركة للفاضل سعيد دي حركة بتاعت وعي بالتأكيد. حركة بتاعت هنا برغم انك احنا ممكن يكون عندنا رأي في مسرح وكذا لكن صحيح. الدور بتاعه ما كان في زول لا ما في زول بيقدر ينكره بس صحيح. بالعكس كان مفروض الناس يبنوا عليه وانه كيف الفاضل سعيد ده مثلا مؤسسة ميزة الفاضل سعيد انه هو عنده مؤسسة انتاجية الزول الوحيد اللي كان بيتحرك برا المؤسسة الرسمية بتاعت المسرح هاي بيجي وبيشتغل فيها لكن هو عنده شغله فدراسة الفاضل سعيد لازم نستصحب معاه انه كيف الزول ده كان بنتج مسرحه كيف هو كان بيتحرك ودي كلها تجارب بتضيف اما لسؤالك الاساسا هو شايك جدا كيف يعني انه كيف نحن نستعيد المسرح ببساطة شديدة نحن حنستعيد المسرح لما نستعيد الحياة اول المسرح عنده علاقة بالحياة صحيح يعني انت الليلة ما ممكن تشتغل لي مسرحية في قاعة الصداقة تدفع لقاعة الصداقة ملايين في اليوم حترفع تذكرة وين زول حيخش المشاهد ايوه انا حكون بمقارنة حاسة حاليا صحيح. انا امشي مسرحية ولا اشتري رغيف اشتري لما نخش في المزلة دي صحيح. عشان كده الحياة هي الحياة الأول. ذاتها استعادتها بنستعيد كثير من حيويتنا طيب اسمح لي استاذ يحيى لكن خلينا نفصل جوا في المشاكل بتاعت المسرح ذاته انا عايزة هنا في الحتة دي اسألك هل المسرح رفاهية بهذا المنطق نو no.
مش ما مش رفاهية إطلاقا. وهو يعني جرعات مهمة لأي كائن إنساني. صحيح. لازم يكون. وبعدين الحاجة دي ما أساسا هي شغالة ما هو مصلح شنو يعني في فعله العادي الناس بيشاهدوا ناس بيمثلوا لهم روحهم حياتهم. في حياتهم كده. صحيح. والحاجة دي قاعد تحصل الأطفال قاعدين يعملوها يعني بالتملعاب وكده والحكايات وكله كده. لكن يتغنن باعتبار انه يكون واحد من ادوات الوعي. دوله هي ما بتراهن على الوعي. يعني مثلا الامين حسن عمر واحد من الحاجات اللي عملها كان بيقول انه الدوله ما المفروض تنتج ثقافه. وبالتالي قامت جات القصه العجيبه ديك بتاعت انه المسرح القومي مجرد دار عرض يعني. صحيح. هاي الدوله رفعت يدها من الانتاج. لكن هي رفعت يدها من الانتاج وفي نفس الوقت تنتج المسرح بيبتزل المسرح. اي والله. يعني علي مهدي ده بشيل قروش عشان يعمل البقعه دي بتاعت وزاره الثقافه والاعلام عشان يعمل شغل بمجده ما عنده علاقه بالمسرحيين ذاته. شفتها والتراكم بتاع 20 سنه دوره وبتاع ما فيه اوتبوت كويس. لكن هو ماشي في التمجيد شخص هو. وانا الكلام ده بقوله ما عندي فيه مشكله. واحده من المشاكل زي دي يعني ناس المسرح ذاتهم هم اللي بيمجدوا قاتلهم. شفت كيف؟ يعني هم ذاتهم في مشكلة في الوعي. والكلام ده أنا قاعد أقوله طوالي أنه الوسط المسرحي ده ما بالوعي الكافي عشان يقود نفسه ذاته. لازم تكون في رجة لأنه كمان الإفقار إفقار الفنان. صحيح. إفقار الفنان بيخليه يشتغل أي حاجة. صحيح. لأنه مطالب أي حاجة هاي. أيوة. يعني أنا مواجهة مثلا أدفع قروش بيتي للمدرسة. صحيح. لو جاني عمل ركيك ولا عمل هنا ما زي الجملة المعروفة ديك من لا يملك قوته لا يملك قراره. فانت لما تدخل الفنان وتجفف رزقه وتخليه كده زي المشرد كده حس العالم ده كله يعني انا قاعد الاحظ انا قاعد اجي هنا جيت مليون مرة بقعد طوالي في بيت المسرحين ناس الدائرة اللي بكون في بيت المسرحين. أيوة. حتى دي بتهمني لكن انا قاعد الاحظ حاجات انه يعني الناس قاعدة كله منتظرة مهرجان يا اخي. عشان كده انا بقول المهرجان ده بلغه الشباب اليوم كنت انغازيه بامتياز. المهرجان المهرجان الفكره. ايوه. الفورمه بتاعت المهرجان دي. صحيح. يتخلصوا منها تخلصوا منها نحن نمشي نشتغل مسرحنا العادي بعدين يا اخي انا انتظر ما عارف منو كده والشارقه تجيب لي قروش وين الدوله دي ذاتها المفروض تعمل لي الحاجات دي. فترجع الحاجات دي تعاد هيكله المسرح القومي باعتباره مسرح قومي بخص كل السودان. يعني المسرح القومي ده يدير المسارح في السودان كلها. شفتها زي ما قاعد يحصل يعني. لكن حصلتها بتلقى ما عارف شنو الولايه ما عارف شنو دي ذاتها المفروض تتغير يعني. أيوة. يعني المسرح ما مفروض يكون تابع للولايه بس واي ولايه عندها مسرحها وكده لا المسارح دي تكون في حاجه كده ثبتها كده هي منها كل بتطلع الحياه دي صعبه بالمناسبه بتتخطط. لكن احنا ما فوكسين في الموضوع ده. صحيح. ودي خلينا نتكلم في حاجه ثانيه كبيره جدا يعني نخش في مساله الثقافه والاعلام مثلا. انا كنت عايز اسالك من السؤال يعني ده انه وزاره الثقافه والاعلام انت كشخص عندك علاقه كبيره جدا بالكتابه وبالثقافه بالتاكيد وبالاعلام اذا في مصطلحه الكبير. ناس كثيرين عارفين انه انت عندك راي في قصة واو الإضافة للثقافة الثقافة والإعلام أو الإعلام والثقافة. ما من حقنا أنا ما إعلامي مثلا وناس كتار ما إعلاميين مش كده؟ طيب يا أخي نحن من حقنا نحن من حقنا ناخد يعني صفتنا اللي بتخلينا نشتغل شغلنا يعني. يعني الجانب وده طوالي نحن السياسي قاعد يبتزل الثقافة طوالي طوالي على مر من عشان كده انا بقول ان احنا ما عندنا مشروع ثقافي واحزابنا السياسيه دي ما عندها مشروع سياسي ثقافي. وبعدين حس الثقافه هي اللي بتلعب دور التوعيه ده عشان نحافظ على الثوره دي احنا لازم نفعل التجليات الثقافيه دي من ندب لكتاب لغنية لمسرح لكده. وين الحتات اللي بتعمل الحاجات دي؟ او المسرح القومي مهمل او يوم ذاك فيصل يعني كتر خيره جاء وشاف الحاجات كده لكن القصه دي ما كده. انا غايته شخصيا بفتكر انه يفصل الثقافه من الاعلام.
عشان الناس يشتغلوا اعلامهم ونحن نشتغل الحاجات اللي صغار فيها، لانه قاعدين يخمونا بصراحه. يعني لحد هسه انا ما شفت اي خطوه كده نحو الثقافه. يعني اي عينوا ناس، لكن ما في حاجه. اعاده هيكله المؤسسات صحيح. الشغاله بالثقافه بتحتاج لجسم ثاني. وبعدين يا اخي احنا ما عندنا ناس معروفين وناس عندهم تصورات وبيعملوا تخطيط ثقافي. احنا ما عندنا تخطيط ثقافي هسه. احنا هسه كل الاداء بتاع وزاره الثقافه والاعلام مصبه في الاعلام بصراحه. يعني انا ما شايف في حاجه كده حركه نحو تفعيل المؤسسات الثقافيه. هو اخونا عالم عباس وبحييهم كلهم من هنا، صحيح لهم احترامنا وتقديرنا، والرشيد وكل مجهوداتهم دي مقدره. لكن يا جماعه انتبهوا لنا شويه، انتبهوا للثقافه دي. الثقافه دي يعني المجلس القومي للاداب والفنون ده الفيديو انا شفته مريع. يعني اجهزتنا ذات في الاعلام دي ذاتها ما عندها شغل ثقافي يفعل ويعيد البرنامج الثاني، مثلا البرنامج الثقافي زي ما في اف ام رياضي يكون في اف ام ثقافه معلوم. وبتلقى بتعمل شنو يعني؟ صحيح. بعد الثقافه دي موضوع كبير جدا، الموضوع ذاته كبيره. ما انا دي اعتبرها رساله. ايوه انا افتكر لان احنا اصلا عندنا رساله اصلا. آه افتكر فانا افتكر رساله يعني للاخ الصديق فيصل محمد صالح وزير الثقافه والاعلام، والاخ الصديق الرشيد وكده. شويه كده يا جماعه استشيروا الناس. احنا حنعمل شنو يعني؟ دارين نرجع مجله الثقافه، دارين نرجع الخرطوم، دارين نعمل مجلات ثانيه، دارين يكون عندنا شبكه الكترونيه غريبه كده تفعل الحاجات دي كلها، دارين فعاليات ما سريعه ما طوالي كده. عايزين قاعات عرض للتشكيل، دارين تخطيط ثقافي قاعات عرض. المسرح القومي ده، المسرح القومي ده مساحته بتستحمل 1,000,000 فعاليه جوا. المساحه ماشيه ساكت دي كده وبس، مسرح كده في 1,000,000 حاجه ممكن تتعامل يعني لو الناس خططوا. نتمنى كده والله. وده التخطيط الصغير. انا بتكلم يعني من هنا باعتبار انه يعني شويه كده. يعني انا ما داير فيصل ده كل مره يقول فلان ده قال وذاك عمل يا اخي وكده، لا انا ما بفتكر دي مهمه فيصل. واكبر من كده بالمناسبه يعني فيصل محمد صالح تفكيره وكده اكبر من الحته دي حسه. يعني انا بشوف صوت فيصل بس بيتكلم انه ده قال وده كده ونحن هو ده دور. لكن كمان ما تهملوا الثقافه يعني ما في حاجه لحد هسه. واحنا يمكن منجاتنا وطقنجاتنا هي الثقافه. الثقافه السودانيه بالتحديد والفتره دي تحديدا. صحيح. الفتره دي تحديدا لانه نحن مقبلين على تغيير مفروض يكون على الاقل تاسيس لمعنى الديمقراطيه معنى السلام. أيوة. معنى احنا جايين على مرحله ثانيه. المرحله دي نحن مفروض يعني نشوف الحاجات. الناس يقعدوا أيوة. يقعدوا بكل محبه وبكل يتقبلوا الاراء حتى الحاده يعني يناقشوها. لانه انا غايته قاعد الاحظ انه يعني في مشكله يا يكون في مجلس اعلى للثقافه تابع لوزاره الثقافه والاعلام، والمجلس ده يتفعل جزيئاته كلها اللي علاقه بالادب بالمطبوع بالمنشور بالمرئي بالمسموع بالهناء، دي ما كلها علايا كده. ما يعني ما بفتكر زول واحد ممكن يديرها. يعني زول يدير حتى اعلام وثقافه كده في السودان الكبير ده، لا ما بتجي. السودان ده كبير، وبالمناسبه واحده من اخطائنا التراجيديه الكبيره ان الحكومات السودانيه المتعاقبه من الاستغلال للحسة ما خلت السودانيين يعرفوا بعض. بيعرفوا بعض كيف؟ لما انا يكون في تكسير ثقافي. صحيح. ما هي دي المشكلة. احنا عشان كده في حرب. صحيح. يعني كده ناس بيشاكلوا. وعشان كده بنقبل بعض. بس دي المشكلة الكبيرة. لكن ما في انجاز عشان احنا نعرف بعض بالشكل اللي يخلينا نفهم امة ما شعوب وقبائل وبتشاكل وكده. الحاجة دي بتعملها الشغل بتاع الثقافة، شغل الثقافة ده فيه شغل كبير جدا من زي ما قلت لك المغروب المسموع. صحيح. البتاع كده. أنا أتمنى حقيقي إنه رسالة أستاذنا يحيى فضل الله تصل، ويمكن ده صوت ناس كثيرين وأمل وأشواق ناس كثيرين. أستاذ يحيى احنا حلقتنا انتهت. شكرا. لكن برضو أطمع في إنه بدل ما نختم ختامنا التقليدي نختم معك بقصيدة ولو أبيات قليل. جميل. أنا أقرأ قصيدة جديدة والله. ودي يا أخي شكرا لك. شكرا جمال كلامك وأديتنا فرصة للتقرب من أفكارك وآمالك وأشواقك. شكرا لك يا أخي. أنا أقرأ قصيدة ختامنا المختلف مع أستاذي يحيى فضل الله. يسمع كنداكا
طبعا الدور بتاع المرأة في الثورة دي مش الشبنات الصغار بس يعني. وفي بالي مثلا نساء وادي هور يا سلام مثلا، عشان كده البنت هي مهمة جدا في التغيير ده. صحيح. القصيدة بتقول: جميلة إلى هذا الحد، جميلة إلى هذا الحد، حتى أن ينصفني الخريف أو يرج ذاكرتي جفاف، متسكعة في براري النشيد ومدائن الهتاف، متسكعة في براري النشيد ومدائن الهتاف، والهتاف غرى مينا وأرياف، طليقة منطلقة أو كما تستثنى في البراحات السهول، فالتة عن روح القطيع، مغردة حد الاشتهاء ضمن سرب الانفلات، معجونة بثمار الحب والاختلاف، عكس أنها في النقيض، ضد أنها في القفص، حرة من قيود الابتزال، رافضة شامخة لا تخاف، ناجزة ومنجزة لتفعيل الهتاف، ضد حرباء القناع، ضد خبث الالتفاف. أنا شاكرة جدا لك أستاذ يحيى فضل الله على حضورك. شكرا لك. وعلى سماحك لنا بالاقتراب منك هذه المسافة لأفكارك وأشواقك وكل ما ذكرت. شكرا لك. شكرا لكل الناس اللي بيشاهدونا. شكرا لك انت يا مشاعر. تسلم ونشوفك على خير ان شاء الله دائما. تسلمي.